حسام، امس تابعت مباراه الاتحاد والخليج؟ الخليج كان ند قوي بالنسبه للاتحاد. والله انا اتفق اول شيء مع النقطه اللي ذكرها احمد، انه الاتحاد فريق يعني لديه ظروف كثيره، وكان من المفترض يعني ان كل الناس تقف معه، لكن بصراحه اداره الاتحاد اخطات، خصوصا كلفتها هذه نقطتين من مباراه الخليج، زين كلفتها عدم وجود 3 لاعبين اجانب، وسبب المباراه التي اقيمت بالاحتفاليه لتسعين عام لو تاجلت الى فتره التوقف اعتقد راح تكون اللاعبين الاجانب موجودين، راح ممكن يظفر الاتحاد بالنقاط. مع ذلك الخليج كان فريق جدا شرس، خاصة في الشوط الثاني الكابتن جلال غادري قرأ المباراة بشكل أكثر من ممتاز، الخليج كاد أن يخطف النقاط كاملة نعم، لولا الفرصة اللي حصلت اللاعب طلال المجرشي، أعتقد كان الخليج ظفر بال3 نقاط. اتفق مع بعض العناوين انه دكه الاحتياط نعم. ما قدمت، ما ابغى اوصل الى درجه ان اقول ان الاتحاد ما احترم فريق الخليج، لكن اعتقد انه اخطا خاصه في لعب المباراه اللي كلفته نقطتين من مباراه الخليج، وكذلك غياب اللاعبين الاجانب اللي كان امس تاثيرهم واضح جدا جدا على الفريق الاتحادي. نعم.